السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين مكتبتك، معاكم محمد في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن عظمه جديده دخلت معانا في منافسه الساعات الكوبي، وهو براند جديد بس مطابق وشبيه بدرجه تكاد تكون 100%، يعني عارف اللي هو تطابق ال 100% 1 تو 1 من البراند اللي احنا بنتكلم عنه بقالنا فتره كبيره، وهو الهاينوتيكو. ظهر معانا البراند الجديد وهو هومتل، وهو متطابق ليه من حيث كل حاجه، ماتيريال، تفاصيل، كواليتي منتجات، الدنيا متطابقه بدرجه كبيره جدا، لدرجه ان البرامج ساعات اللي بتشتغل على نفس الموديلات بتاعه الهاينوتيكو هي اللي بتشتغل على موديلات الهومتل. وده يعني احساس مش متاكد منه ان هما حاجه واحده، لكن بتطلع بمسميات كتيره، اللي هو كل نفسك قبل ما حد ياكلك، فتبقى انت هاينوتيكو وهومتل، وفي كمان موديل تالت انا مش متذكر اسمه، هاينوتيكو والهومتل، واعتقد في موديل كمان انا اعتقد ان هو برده هاينوتيكو، هو براند التلزل. كل نفسك قبل ما حد ياكلك في التسويق، فهما التلاته او خلينا في الهومتل شبيهه بدرجه كبيره جدا للهاينوتيكو. هنتكلم النهارده عن الموديل الكوبي بالملي من الساعه، هو الجي تي 4. زي ما انت شايف ده شكل الساعة، ده شكل الساعة في الايد، متطابق بدرجة كبيرة، متطابق في كل التفاصيل. فخلينا نبدأ الفيديو على طول بالعلبة ومحتواها، وهنتكلم عن شكل الباكينج، وتحسه كده لفة هدايا او علبة حلويات، باكينج كبير عليه تفاصيل زي اسم البراند اللي هو هومتل، والموديل بتاعها ووتش جي تي 4، ومكتوب هنا بالبونت العريض كلمة املود. لكن الصراحة هي الساعة مش املود، هي مكتوب املود لكن ممكن تكون سيمي املود، قبل الاملود بشوية، لكن الساعة مش املود تفصيل، لان هي الساعة بتنور في الضلمة. مكتوب تحت كمان ان حجم الشاشة هو 1.65 انش، شاشة كاملة طبعا بدون حواف، معها 3 استرهابات جايين حسب لون الساعة، الفضي معاه الوان والاسود معاه الوان مختلفة. وقال لك بقى هنا هو قال لك بنفسه ان الشاشة جايه HD IPS بريزوليوشن حلو جدا، 480 بكسل في 480 بكسل، وده ريزوليوشن حلو، هتستمتع بكواليتي الشاشه، ما تحسش تحس ان هي مضلمه، مش هتضايقك تحت اشعه الشمس، كل التفاصيل دي هنشوفها في الجزء الخاص بالشاشه. وعندك اخر حاجه في العلبه هو حجم البطاريه 490 ملي امبير، بطاريه حلوه جدا، مش هتحس باي مشاكل في استخدامك للساعه طوال اليوم. مكتوب في الجنب عندنا هو حجم البادي 46 ملي، والساعه من الالومنيوم، الساعه من المعدن الالومنيوم، والظهر من البلاستيك. العلبه من الداخل فيها 3 استرابات، واحد جلد، خامه محترمه جدا، واستراب سيليكون، ماتيريال برضو نظيفه جدا، وماتيريال محمله بشكل كويس. عندك اخر حاجه هو الاستراب المعدن من نوع الاثل بقى، اللي بيضيقه بيوسع بطريقه سهله، ما بقاش في مشكله معاك وانت بتضيق الاستراب. عندنا كمان بريسلت رجالي حلو كده او حظاظه، شكلها حلو وخامه مميزه، واضافه حلوه في الساعه او في الباكينج، عشان ايه لو انت بتحب تلبس الحاجات دي. الساعه طبعا بتيجي بشاحن من الماجنتيك الوايرلس، وكمان عندنا في العلبه الكتالوج لو انت حابب تقرا حاجه عن الساعه. واخر حاجه عندنا وهي الساعه، ومن هنا نخش على التصميم بتاع الساعه اللي جايه، تصميم بالملي من ساعه هواوي. الشكل والديزاين لدرجه ان اي حد هيشوف كلاب الساعه دي من بعيد كده من غير ما يمسك الساعه يقول دي ساعه هواوي وش جي تي 4. بقى 11000 و12000 دلوقتي، نفس التضليع، نفس البيزل، نفس شكل الارقام، نفس شكل الزرار. عايز اقول لك يعني ان هي كمان بنفس الخلفيات، اللي هو انت في خلفيات على الاساسيه على الساعه، هي نفس خلفيات الجي تي 4 الاصلي. حجم البادي جاي 46 ملي، حجم كبير، حجم الساعه حلو في الايد، وبتيجي باستراب 22، تقدر ان انت تغير الاستراب براحتك زي ما انت عايز. كمان البادي بيجي بخامه الالومنيوم، ومن الظهر البلاستيك المقوى، وفي الظهر عندنا كمان فتحات المايك وفتحات السماعه. نتكلم عن الشاشه، وبضغطه طويله على اي زر من الزراير اللي بالساعه تقدر تفتح الساعه. ومبدئيا عندنا شاشه كبيره بحجم زي ما قلت لك 1.65 انش، بدون حواف تقريبا، الساعه ما فيش فيها حواف، ريزوليوشن حلو جدا 480 × 480 من نوع ال HD IPS. الساعه بتيجي بالوان واضحه وزاهيه جدا، واضحه جدا في ضوء النهار، تاتش سلس، ما فيش فيه اي لاج تقريبا مع حركه ايدك. الساعه طبعا بتدعم اولوز اون ديسبلاي، مع امكانيه تشغيله بوقت لو انت عايز، او مستمر لو انت عايز، حسب احتياجك انت بتشغل اولوز اون ديسبلاي. طبعا الساعه تدعم الويك اب بشكل سريع جدا، مجرد ما ترفع الساعه قدام ايدك تلاقيها بتنور معاك بشكل سريع جدا. بتدعم طبعا تغيير الخلفيات بطريقه سهله عن طريق السكرول، لو انت عايز تغير الخلفيات اللي على الساعه نفسها، او لو انت عايز تغير من على البرنامج، في مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، وده هنشوفه دلوقتي في الجزء الخاص بالبرنامج. لما نتكلم عن السوفت الداخلي بتاع الساعه وامكانياتها، انت عندك طبعا الساعه بتدعم اللغه العربيه بشكل كامل، سوفت واشعارات مفيش اي مشكله، تيجي الاشعارات باللغه العربي تلاقي السوفت الداخلي بتاع الساعه باللغه العربيه. طبعا الساعه بتدعم المكالمات رد واتصال من خلال الساعه، مع دعم اظهار جميع الاسماء المتصل، ايا كانت بقى انت موصل الساعه مكالمات، موصلها سوفت، الدنيا شغاله كويس جدا. ولما بتكون موصل الساعه مكالمات تقدر ان انت ترد على المكالمه او تكنسل المكالمه، لكن لما بيكون موصل الساعه سوفت بس تقدر انت تعرف اللي بيتصل
بيك، لكن اي اكشن هتعمله هيكون من خلال الموبايل. الساعه طبعا بتدعم اوبشن طرد الميه، تقدر لو متعرض لشويه بلل او حاجه وعايز تعمل طرد الميه فيها الاوبشن دوت. الساعه تدعم اوبشن فتح وغلق ووضع الاولوزون ديسبلاي لو انت عايز تقفله وتفتحه من على الساعه. تدعم الكيو ار كود بالنسبه للسوشيال ميديا لو انت عايز تضيف كيو ار كود للبرامج السوشيال ميديا الخاصه بيك، فيسبوك واتساب وغيره. الساعه فيها اوبشن دعم التحكم في الفيديوهات القصيره، وتعمل لايك وتعلي الصوت وتحط الصوت وتجيب الفيديو اللي قبل كده والفيديو اللي بعد كده. اوبشن شغال بشكل كويس وتم تجربته زي ما انت شايف معايا. فيها اوبشن الكشاف، فيها اوبشن ان اف سي، فيها اوبشن البي بال، دي كلها اوبشنات موجوده في الساعه. الساعه فيها اوبشن الشاشات الجانبيه المختصره اللي بتوضح شويه اوبشن بشكل سريع، سواء بحركه الشاشه ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بتلاقي شويه اوبشنز تقدر تستخدمها بشكل سريع. طبعا الساعه فيها عدد الخطوات، شغال بشكل تقريبي مش شغال اكيوريت 100%، لكن بيديك خطوات مقارنه باللي انت عملته في اليوم. لو انت مثلا خرجت خروجه طويله هتلاقي الساعه بتجيب لك ارقام كبيره، لكن لو مشيت مشوار صغير هتلاقي الساعه بتجيب لك مشاوير صغيره، وطبعا مش بتقيس لو انت حاططها في وضع السباق. معدل ضربات القلب والاكسجين لا يعتمد عليها طبعا، احنا لازم نقول الكلمه دي، لكن في تجربتي مع الاكسوميتر كانت القياسات شغاله بشكل كويس. في النورمال كانت بتديني ارقام متقاربه جدا مع الاكسوميتر، وزي ما انت شايف قسناها مرتين، وفي المره الثانيه برده ادتنا ارقام متقاربه مع الاكسوميتر. الساعه فيها مجموعه من الالعاب الرياضيه، تقدر تلعب العاب رياضيه وانت لابس الساعه، عشان الساعه تحسب لك الخطوات، تحسب لك النبض، تحسب لك الكالوريز، تحسب لك المسافه، وطبعا بتحسب لك الوقت. لما بتكون مشغل وضع الرياضه بتلاقي الساعه فيها اوبشن التحكم في الساوند. لو انت لابس ايربود او لابس سماعه تقدر انت تتحكم من على الساعه، سواء انت تجيب الساوند اللي بعد كده او اللي قبل كده، او تعلي او توطي او توقف الصوت. طبعا الساعه فيها قياس النوم، وفيها اوبشن صحه المراه، وفيها المساعد الصوتي اللي شغال بشكل كويس وتدي له اوامر من على الساعه، زي مثلا ما احنا عاملين في الفيديو هنا. لو قلنا اوبن يوتيوب بتلاقي اليوتيوب اتفتح. التحكم في الساوند، لو انت لابس ايربود شغال بشكل كويس، سواء انت موصل الساعه سوفت عن طريق برنامج فقط او موصلها بلوتوث مباشر، تقدر انت تتحكم في الساوند بشكل كويس من خلال الساعه، سواء توقف او تقدم او تجيب الساوند اللي بعد كده او تجيب الساوند اللي قبل كده، او حتى تعلي وتوطي الصوت شغالين بشكل كويس من على الساعه. الساعه طبعا فيها اوبشن التحكم في الكاميرا، فيها ساعه الايقاف، وفيها منبه، فيها اله حاسبه، وفيها اوبشن البحث عن الموبايل، الموبايل بيعمل صوت كده يعرفك الموبايل فين، فيها اوبشن التقويم، فيها اوبشن البوصله. وبعد كده عندنا بقى في الضبط في شويه سيتنج زي اعدادات اللغه، في الكيو ار بتاع البرنامج، وفي الكيو ار بتاع اتصال الساعه بالبرنامج. عندك هنا مصباح الشاحن اللي هو لو انت عايز تخلي الساعه منوره وبتديك التايم، ولا عايز تعرفك بس البطاريه اتشحنت ولا لا. في عندك اوبشن توفير الطاقه، وفي عندك اوبشن تسكير بالصحه تقدر تفتحه من على الضبط لو انت عايز مثلا تسكير اي حاجه، بدواء، بحركه، بشرب، اي حاجه، كل ده موجود في السيتنج تقدر تعمله. وكمان عندنا موجود السطوع والتحكم في السطوع من على السيتنج. عندك كمان في السيتنج مهله ضغط الشاشه لو انت عايز تخلي الشاشه بتنور لوقت معين، وعندك مهله اضاءه الاولوز اون ديسبلاي تقدر برضه تتحكم فيه. عندك الويك اب تفتحه وتقفله من على السيتنج، وفي تريكايه كده لو انت شغلت الويك اب قفلته وشغلت الاولوز اون ديسبلاي تفضل الساعه منوره على طول، ورفعت ايدك كده الاولوز اون ديسبلاي هو اللي هيفضل شغال. عندنا بعد كده اوبشن التحكم في الصوت والاهتزاز، نقدر نعلي ونوطي الفايبريشن، ونقدر نعلي ونقلل صوت الساعه، تقدر تعمل كلمه مرور من على الساعه عشان لو انت مش عايز حد يفتح الساعه وانت حاطها في اي مكان. كده اتكلمنا عن كل الحاجات اللي موجوده في الساعه من الداخل وكل السوفت الداخلي بتاعها بشكل مفصل وسريع. الكلام ده عن البرنامج، وساعات شغال على برنامج اسمه اتش دي فيت برو، ونفس البرنامج ده بتشغل عليه الساعه الهاي نوتيكو الجي تي 4. طبعا اهم حاجه نفتح البلوتوث بتاع الموبايل ونعمل بحث عن الساعه من على البرنامج. الموضوع سهل والكونكشن بسيط، تقدر ان انت على طول هتلاقي الساعه وتعمل الكونكشن مع البرنامج. مجرد ما تعمل الكونكشن بيكون في شويه صلاحيات البرنامج بيطلبها منك لازم توافق عليها كلها، واخر حاجه بيطلبها منك البرنامج ان هو يربط الساعه او يطلب منك ان انت تربط الساعه بمكالمات، طبعا برضه لازم بتوافق على الاوبشن ده. راعي طبعا ان انت كل صلاحيات البرنامج بيطلبها منك توافق عليها عشان خاطر تاخد كونكشن شغال بشكل كويس. واجهه البرنامج الاساسيه فيها الداتا الصحيه واليوميه بتاعتك، في الداتا او مجموعه من البيانات الصحيه اللي تقدر تعرفها، تعرف بنسبه المعلومات الصحيه الخاصه بيك، سواء النوم، سواء النبض، سواء الخطوات والحاجات اللي احنا شايفينها مع بعض. الواجهه المهمه عندنا والخاصه باتصال الساعه بالموبايل، اول حاجه طبعا بيبان عندنا هي البطاريه، وبعد كده بيبان عندنا السعرات الحراريه والحاله اليوميه بتاعتنا من خطوات ومسافه ان احنا مشيناها وهكذا. بعد كده بنخش على الجزء الخاص بالخلفيات، وعندك مجموعه كبيره من الخلفيات تقدر انت تحملها على الساعه بشكل منفرد، تقدر تحط كل خلفيه على حده، لما بتنزل خلفيه ثانيه الاولانيه بتتمسح، لكن الخلفيات الاساسيه على الساعه شغاله بشكل كويس. تقدر كمان تنزل صوره شخصيه خاصه بيك، وطبعا لما بتنزل صوره شخصيه بتفضل موجوده عندك الخلفيه بتاعت البرنامج، فتقدر تغير الخلفيتين. عندنا كمان في تحكم في الكاميرا من على الساعه شغال بشكل كويس،
مجرد ما بيفتحه وبيشتغل على البرنامج ونقدر ناخد لقطه من على من خلال الضغط على الساعه. عندنا البحث عن الساعه من على البرنامج والساعه بتعمل فايبريشن. عندنا كمان اشارات التحكم فيها والتحكم فيها من البرنامج. عندك اول حاجه المكالمات نقدر نفتحها ونقفلها، الرسائل نفتحها ونقفلها، التسكير الخاص بالساعه برضه نفتحه ونقفله على البرنامج لو احنا حابين، واخر حاجه تسكير التطبيقات. عندك كل البرامج المهمه، وعندك هنا اوبشن الاذر. الاذر بيخلي اي اشعار على الموبايل يجي على الساعه، الموضوع بيكون مزعج ما انصحكش تفتح الاذر. عندنا بقى في شويه اعدادات اخرى فيها التحكم في الخروج الصوت وفيها اعدادات الوقت. عندك كمان تحكم في اوبشن الويك اب من على البرنامج تفتح وتقفله من على البرنامج. زي ما الارقام المهمه، الارقام المهمه هنا الناس اللي انت محتاج تكلمهم انت من على الساعه، ناس مهمه عندك بتتصل بيهم بشكل يومي، تقدر تسجل 8 اسماء. 8 اسماء دول ما لهمش علاقه هم بيظهروا على الساعه ولا لا، عشان انت تتكلمهم. زي ما احنا قلنا قبل كده الساعه بتلعب بظهر جميع الاسماء سواء انت مسجلهم او مش مسجل. طبعا البرنامج فيه اوبشن تحكم في الان اف سي لو انت عندك بطاقه، والحاجات دي مش شغاله بشكل كويس في مصر لان الكروت اللي بتتعمل مش مطابقه للسوفت بتاع الساعات، ففي بج او في لسه في الاوبشن ده تفصيلات محتاجه تتظبط مع الوقت. عندك ضغط الاعمال لو انت عايز تظبطها عشان تنقلها على الساعه. وعندك اخر حاجه محفظه الجيب لو انت عندك اي حاجه من بيبال او ويشات، والحاجات دي طبعا لسه مش مدعومه في مصر. كده احنا خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الهومتل الجي تي 4 الشبيهه بشكل كبير لساعه هواوي الجي تي 4. وزي ما انت شايف الساعه بصراحه جميله، وانا ما عملتش الريفيو بتاعها غير لما جالي فيدباك كويسه عن الساعه، والساعه كويسه وعجبت الناس، فقلت تمام نعتمد بقى الساعه دي في الشغل، نجيب منها ان شاء الله عشان خاطر نقدمها للناس. الساعه محترمه فيها امكانيات حلوه جدا، زي ما انت شفت التفاصيل بتاعه الساعه فيها شويه اوبشنز كويسه. استخدامك للساعه اهم حاجه الساعه بطاريتها كويسه، شاشتها كويسه، تدعم الاوزو ديسبلاي، تدعم الويك اب بشكل كويس، بتظهر لك جميع الاسماء، تقدر تكنسل، تقدر ترد، كل التفاصيل دي بتبقى مهمه في استخدامك للساعه، والساعه دي بتقدمها لك بشكل كويس. طبعا عشان نكون خلصنا الريفيو الخاص بالساعه الهومتل الجي تي 4، اتمنى مش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو ده كل حاجه محتاج تعرف عن الساعه. انما ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، الفيديو عجبك ادينا اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. الفيديو الجاي فيه حاجات جميله جدا، يعني من احسن الريفيوهات اللي عاملها هو الريفيو الجاي، فيه شويه مفاجآت وفيه شويه تفاصيل، عايزكم تشاركوها معايا. فلو انت مهتم اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان خاطر يجيلك اشعار اول ما الفيديو ينزل. كان معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.